وينضم إلينا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، تحية لحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين يا فندم. أهلا بك دكتور سعيد. دكتور سعيد الزغبي، حضور لافت على مستوى عال من قادة دول رؤساء ورؤساء حكومات ومنظمات أممية في هذا المؤتمر الهام، مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة. من عنوان هذا المؤتمر برأيك، يعني ما هو متوقع من المؤتمر، ما يتوقعه الفلسطينيون من انعقاد هذا المؤتمر، وما يمكن أن يقدمه المؤتمر وهو منعقد بهذا المستوى العالي؟ اهلا بحضرتك مره ثانيه، وعايز نقول يعني ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اكد على القرار اللي صدر امس في مجلس الامن رقم 2735، وده القرار اللي بتشدد فيه الوقف الفوري لاطلاق النار. وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا منذ يوم 21 اكتوبر، لو حضرتك تفتكري كده والساده المشاهدين، مؤتمر قمه السلام اللي عقد في العاصمه الاداريه في القاهره عندنا، واللي كان بيأكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار من قبل الاحتلال الصهيوني. واعتقد ان هذه المخرجات اللي كانت موجوده في هذا المؤتمر احنا ما زلنا بنناقشها حتى في هذا المؤتمر اللي حاصل في الاردن، جامعه الدول العربيه، المؤتمر او قمه الدول العربيه اللي كان حاصل في البحرين. فانا اعتقد ان نفس هذه المخرجات سياده الرئيس كان بيشدد النهارده على الوقف الفوري لاطلاق النار، ونتمنى ان يصدر مثل هذا القرار من خلال او ينفذ قرار مجلس الامن اللي حصل امس. كذلك اتكلم سياده الرئيس النهارده ايضا على عدم الاستجابه الى التهجير القسري بالنسبه للنازحين الفلسطينيين في القطاع، وتوفير الظروف الملائمه للعوده الفوريه للنازحين الفلسطينيين في القطاع. وده برضو عايز اقول لحضرتك اللي كانت بتاكده الدوله المصريه والسيد الرئيس السيسي في مؤتمر يوم 21 اكتوبر، وهو مشكله النازحين والتهجير القسري اللي كانت عاملاه او اللي هيعمله الاحتلال الاسرائيلي. عايز اقول لحضرتك ان ليس التهجير القسري فقط لمصر، ولكن التهجير القسري سواء اذا كان لمصر او الاردن او الدول المجاوره. كمان ركز سياده الرئيس النهارده برضه في كلمته على الدعم المستدام والدعم الشامل للمعونات الانسانيه اللي بتدخل من خلال المعابر المصريه، سواء اذا كان من معبر رفح او معبر كرم ابو سالم. فانا اعتقد ان ده برضو ده دايما كانت بتسعى ليه الدوله المصريه في كل المحافل الاقليميه والدوليه واللقاءات سياده الرئيس، حتى مع الزيارات اللي كانت بتحصل من قيادات الدول الاوروبيه اللي كانت بتجينا مصر، او من خلال زياره الرئيس للاتحاد الاوروبي، كان بيركز على ان لابد ان يكون هناك دعم مستدام لاخواتنا او اهالينا في قطاع غزه، وده ايضا اللي بيركز عليه المؤتمر. اتمنى ونتمنى كلنا ان شاء الله ان تكون قرارات فعاله، قرارات صادره من هذا المؤتمر تكون قرارات نجني ثمارها يعني على الغد او القريب العاجل باذن الله، لان هناك فعلا زي ما قالت منظمه الانوروا ان هناك تدهور كبير وحاله كارثيه. دكتور سعيد، يعني تتمنى وجود قرارات فعاله، يعني فعاله باي شكل؟ يعني لابد من توضيح هذه الكلمه، كيف يمكن تفعيل القرارات ويعني ايصال المساعدات الانسانيه وتنفيذ كل القرارات الصادره او التوصيات الصادره عن القمه، كيف او هذا المؤتمر، كيف يمكن يعني الزام اسرائيل بهذه القرارات؟ شوف حضرتك، احنا عندنا الاول القرار اللي اصدر امس من مجلس الامن لابد ان يكون هناك شرعيه فعليه للالتزام بهذا القرار. عايز اقول لحضرتك ان ده مش اول قرار يصدر من مجلس الامن، احنا منذ حوالي شهرين تقريبا كان في قرار بالوقف الفوري لاطلاق النار ولم تلتزم به اسرائيل. ولكن عايز اقول لحضرتك ان في بعض المواد الموجوده في القانون الدولي هناك عقوبات على الدول التي لا تنفذ هذه القرارات. لماذا لا يتم ان يكون هناك عقوبات سواء اذا كانت سياسيه او اقتصاديه للكيان الصهيوني؟ وانا اعتقد ان لابد ان يكون في شرعيه لمثل هذه القوانين. تطبق ازاي؟ لابد ان يكون هناك التزام، والالتزام انا عايز اقول لحضرتك هي كلمه سر موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه يعني اعتقد ان ليها ضغط كبير جدا جدا على هذا الكيان الصهيوني، واعتقد ان هي ليها
او هي الفاعل الرئيسي للوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار. وعايز اقول لحضرتك ان احنا من جهتنا من القياده المصريه والناحيه المصريه احنا لم نقفل ولم نوقف تصدير المساعدات الانسانيه من المعبر الخاص بمعبر رفح، ولكن يعني واحنا كان هناك بعض التشددات ان احنا لا نتعامل مع الكيان الصهيوني بحيث ان هو بدا ان هو يسيطر على معبر فيلادلفيا، فاحنا ما بنتعاملش مع هذا الاحتلال، ولكن احنا بنعتمل بنتعامل مع السلطه الفلسطينيه اللي المفروض حسب الاتفاقيات الدوليه وحسب القانون الدولي ان هذا الجانب من خلال السلطه الفلسطينيه وليس الا السلطه الفلسطينيه. فنعتقد المعبر ما زال موجود، المعبر ما زال هناك تصدير للمساعدات الانسانيه، ونتمنى ان يكون الشكل الفعال واصل بقرارات الزاميه على الكيان الصهيوني ان هو يلتزم بهذه القرارات، وخاصه القرارات الصادره من مجلس الامن في هذا الشكل. طب دكتور سعيد، هل هناك ما يلزم اسرائيل يعني قانونا وفقا للقانون الدولي، هل هناك ما يلزم اسرائيل اذا ما عاقت ومنعت و يعني استحال وصول المساعدات الانسانيه الطارئه الى الفلسطينيين في غزه؟ شوف حضرتك، احنا عايزين نقول ان القرار اللي اصدر من مجلس الامن من حوالي كده يعني شهرين، هذا القرار كان ملزم بوقف اطلاق الفوري للنار ووصول المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه. طيب انا لو ما عملتش هذا القرار ايه اللي بيحصل؟ هناك ماده 100 رقم 152 و158 بتقول ان هناك عقوبات اقتصاديه وسياسيه على هذه الدول التي ترفض قرارات مجلس الامن، ولكن احنا بنشوف ان المجتمع الدولي لا يطبق مثل هذه المواد القانونيه الموجوده في القانون الدولي، ولكن احنا محتاجين تشريعات ان تنفذ هذه التشريعات، لان فعلا الماده 152 من القانون الدولي لو في دوله اصدر بحقها قرار من مجلس الامن زي اللي بيحصل دلوقتي في قطاع غزه، انا اعتقد ان هناك حصار اقتصادي كبير جدا على هذه الدوله ان لم تنفذ هذه القرارات. ولكن انا عايز اوصل لحضرتك ان ممكن من خلال المفاوضات اللي بتحصل دلوقتي، يعني احنا كان عندنا بلينكن امس في القاهره والتقى بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا اعتقد ان زي ما حضرتك قلت كده في التقرير او قلت في التقرير ان مصر هي الدوله الوحيده القادره والتي لديها القدره الاساسيه في حق التفاوض في هذه المرحله. مصر هي المقبوله تفاوضيا من حيث الجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني، وانا اعتقد بمصر بخبرتها في عمليه التفاوض اعتقد ان ممكن يكون الحل من خلال هذا المؤتمر ومن خلال الاستمرار في عمليه التفاوض مع الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي. فانا اعتقد ان لازم تكون هذه الالزاميه بالنسبه لهذه المواد القانونيه الموجوده في القانون الدولي وتفعيلها، ده شيء ضروري ورئيسي جدا لحل هذه الازمه، في مقابل ان لابد ان احنا يعني انا سامع او عارف ان النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان مع بلينكن امس بيتكلموا على خطه لاعمار قطاع غزه، فانا اعتقد ان ده شيء يعني بيبشر ان هناك في صفقه، هذه الصفقه ممكن تؤدي الى انهاء هذا الاحتلال والوقف الفوري لاطلاق النار. طب ممكن تفصل شويه دكتور سعيد، يعني ماذا تقصد بهذه الصفقه؟ الصفقه بص حضرتك، احنا خلينا مؤمنين تماما ان هناك مناوره من الجانب الاسرائيلي، هذه المناوره يعني دايما احنا بنسمع ان احنا عايزين يعني حماس عايزه توقف اطلاق النار، ومن ثم نعمل على اعاده المحتجزين الموجودين او الرهائن الموجودين في جانب حماس. واسرائيل بتقول ان انا عايزه المحتجزين اللي موجودين مع جانب حماس في خلال هذا ان انا ممكن اقدر ان انا اوقف اطلاق النار، ولكن احنا من حوالي يوم 31 مايو احنا سمعنا ان بايدن بيقول ان هناك صفقه، هذه الصفقه بتتكون من ثلاث مراحل، هذه المراحل بتبدا بيه ان احنا نعمل وقف لاطلاق النار، وبعدين بعد كده ان احنا نبدا نخرج الرهائن والمحتجزين الموجودين في حماس. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، هنا الرهائن والمحتجزين في حماس مش كل الرهائن والمحتجزين، ولكن الكبار في السن والمدنيين، ربما المدنيين وكبار السن بالضبط، كبار السن، الناس اللي لديها مرض وهكذا، نبدا ان احنا نخرجهم، ثم تبدا المرحله الثانيه اللي هي عباره عن
الوقف الفوري بقى لاطلاق النار. ولكن هنا حماس المشكله ان حماس تريد اقرار وتريد ضمانه من الوسيطه الولايات المتحده الامريكيه ان ده هيحصل، لان طبعا تعهدات اسرائيل وان الحماس ان تفقد لالزاميه اسرائيل بهذا الوضع، وان ممكن اسرائيل تبدا ان هي تنفذ في هذا الموضوع. ما انا ممكن اخرج الرهائن اللي موجودين عندي وبعد شويه على طول او ثاني يوم ان انا ممكن ارجع ثاني لاطلاق النار، وخاصه ان اسرائيل حضرتك كده لو تتبعت الموقف هنلاقي اسرائيل خلصت قطاع غزه وبترجع تاني الى شمال غزه، يعني احنا لسه من حوالي اسبوع لسه اسرائيل بتضرب في مخيم الجباليا، فيعني اعتقد ان ده يعني او منطقه جباليا، فانا اعتقد ان دوت احنا بنلف تاني وبنرجع تاني لنفس النقطه بعد ما بتقول ان انا خلصت ان انا بقضي على حماس وبقضي على كذا وكذا، ولكن بترجع تاني لنفس النقطه. فانا اعتقد ان هذه الهدن او هذه الاتفاقيه لسات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم فيها امس تاتي المرحله الثالثه وهي اعاده اعمار غزه واعاده اعمار قطاع غزه، ولكن اعاده اعمار غزه لن ولن يتاتى الا بالوقف الفوري لاطلاق النار، وان يكون هناك حضرتك ثقه متبادله بين الجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني المتمثل في حماس من خلال ضمانه، هذه الضمانه مكتوبه ومؤهله ووثيقه رسميه من الولايات المتحده الامريكيه بتقول ان لابد ان اسرائيل تنفذ هذه الالتزامات. وصلت. انا بوقف اطلاق النار في وصلت خلاله ان انا برجع الرهن. بشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس.